مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. إذن تحية للزملاء في الاستوديو، تحية لكم أنتم أينما كنتم وحيثما وجدتم في رحاب الجامعة. عدد علمي جديد لسنة 2018 نستهله بموضوع مهم والذي شكل حدث الجزائر لهذه السنة. وعيا منها برهانات تطوير الأنشطة الفضائية، اعتمدت الجزائر منذ نوفمبر 2006 البرنامج الوطني الفضائي 2006-2020 الذي يهدف إلى الكسب التدريجي لتكنولوجيا الفضاء وكذا الاستجابة للاحتياجات الوطنية خدمة لتنمية وطنية دائمة. هذه السنة وطدت الجزائر خبرتها وتحكمها في مجال تكنولوجيات الفضائية وهذا من خلال الإطلاق الناجح لسادس قمر اصطناعي لها الكومسات واحد الذي يعد مكسبا استراتيجيا لتعزيز السيادة الوطنية وكذا الازدهار الاقتصادي الاجتماعي وكذا الثقافي للبلاد. هنا تطرح مجموعة من التساؤلات، ما هي أبرز رهانات تطوير الأنشطة الفضائية في الجزائر؟ ماذا سيقدم القمر الاصطناعي الكومسات واحد من معطيات وإضافة للبلاد؟ ما هي أبرز أهدافه الوطنية الإقليمية والدولية؟ كيف تسعى الجامعة الجزائرية اليوم لكسب الرهان في تكوين مهندسين باحثين ذو كفاءة عالية؟ وماذا يحمل البرنامج الوطني الفضائي 2020-2040 في طياته؟ هي أسئلة وأخرى نحاول بالتحليل والنقاش الإجابة عنها مع ضيوفنا الكرام، حيث نتشرف في هذه الصبيحة بحضور كل من البروفيسور سويسي بولرباح وهو أستاذ التعليم العالي بكلية الإلكترونيك جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، هو عضو رئيس هيئة الكشف عن بعد، لديه العديد من المنشورات العلمية، عضو بمخبر معالجة الإشارة والصورة بذات الجامعة وكذلك عضو بمخبر معالجة الإشارة والصورة بالنرويج. صباح الخير سيدي. صباح الخير، شكرا للاستضافة. شكرا. يحضر كذلك المهندس حناشي سليم وهو مهندس دولة في الإعلام الآلي مختص في الاتصالات السلكية واللاسلكية وهو كذلك متعامل عبر الأقمار الصناعية. صباح الخير سيدي. شكرا على الاستضافة. شكرا. يحضر كذلك معنا الأستاذ شيكوك عبد الوهاب والدكتور شيكوك عبد الوهاب هو مدير الدراسات للبرامج الفضائية والتنمية الصناعية بالوكالة الفضائية الجزائرية، مهندس دولة في الإلكترونيك متخرج من المدرسة الوطنية المتعددة التقنية بالجزائر وهو دكتور للتكنولوجيات الفضائية متخرج من جامعة بريطانية سوري. صباح الخير سيدي. صباح الخير، شكرا للاستضافة. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث في هذا المقام العلمي سيكون حول تكنولوجيا الفضاء الجزائر في قلب التحدي، والبداية ستكون معكم الأستاذ شيكوك. يعني البداية ستكون من الحدث التي عاشته الجزائر يعني منذ أسابيع قليلة فقط حول الانطلاقة الناجحة للقمر الاصطناعي الكومسات واحد والذي ربما يعد خيارا استراتيجيا في تعزيز السيادة الوطنية وفي ترقية النشاط الفضائي يعني لأغراض سلمية وجعل النشاط الفضائي دائما وسيلة ناجعة ويعني فعالة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. نوضح دائما الصورة للمشاهد كبداية، ربما ماذا سيقدم القمر الاصطناعي الكومسات واحد للجزائر أستاذ شيكوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القمر الصناعي الكومسات واحد قمر صناعي للاتصالات. هو برنامج مسجل منذ 2006 وبدا في 2014 في إطار البرنامج الوطني الفضائي. يجي يلبي لأهداف عامة للوطن. أبرزها هي إدراج السيادة الوطنية في الاتصالات. فيها إنشاء شبكة لاتصالات ملائمة فعالة. وعندك ثاني الاستمرار للخدمات الاتصالات في حالة انقطاع اتصالات في مكان ما، يجي يكمل ويستمر في الاتصالات. عندنا
زيادة القدرة تاع الاتصالات تاع الوطن. عندنا ثانيك هي تطوير أنشطة وأنظمة اللي عندها علاقة مع الاتصالات. عندك تخفيض تكاليف الاتصالات. اليوم الجزائر تستعمل أقمار اصطناعية يمكن أجنبية تخلص بالدوفيز، واليوم كي يجي القمر الصناعي الجزائري يخلص بالدينار والتكلفة تكون أقل. يعني أستاذ، أنتم كنتم في قلب الحدث من الصين، وإن كانت الانطلاقة يعني ناجحة 100%، ربما لو كان تحدثنا عن هذه التجربة اللي خطوها في الصين، نوضح صورة دائما للمشاهد ويعيش معنا المشاهد ربما حيثيات الانطلاقة. أستاذ شيكوش. نعم، هي البرنامج الانطلاق تاع القمر الصناعي كان اليوم 11 ديسمبر 2017، كان اسابيع قليله فقط، بعد اسابيع قليله على الساعه منتصف الليل و40 دقيقه. هو هذاك الوقت كانت حماس كبير لانه انجاز كبير في الوطن، واول قمر وحدث يعني مميز بالنسبه للجزائر كذلك، جد مميز لانه احنا عندنا تجربه نقولوا كبيرة في الأقمار الاصطناعية تاع الاستشعار عن بعد منذ انطلاق عدة أقمار صناعية منذ 2002، وهذا كان عنده هذا أركومسات واحد عنده هدف آخر هو الاتصالات، وراهو بحجم آخر تكنولوجيا أخرى. هو يوزن حوالي 5200 كيلوغرام، راهو في مدار 36 ألف كيلومتر، والأقمار الصناعية الأخرى حوالي 680 كيلومتر. معطيات جد مختلفة وبتكنولوجيا جد متطورة والآثر تاعو إن شاء الله يكون جد كبير في بعض الأسابيع القادمة في الاتصالات، في البث الإذاعي التلفزيوني على جميع الأصعدة وهذا برنامج ما الإطلاق تاع القمر الصناعي هو بنفسه ايفينمون جد هام، ولكن بدا منذ 2012. احنا تكلمنا مع عدة قطاعات، سجلنا وشنو هما الاحتياجات تاعهم، وعلى الاساس هذه احنا رانا نشاهدوا يعني بالموازاة صور لانطلاق الناجح للقمر الاصطناعي. تفضل سيدي. نعم، وتصمم هذا القمر الصناعي على تلبية لاحتياجات الوطنية من حيث البث الإذاعي والتلفزيوني، من حيث الاتصالات، وفي نفس الوقت بالتوازي كان فيها تصميم وتركيب بمساهمة مجموعة كبيرة من المهندسين الجزائريين مع الباحثين الصينيين منذ بداية 2014. نعطي رقم حوالي كانوا 167 مهندس جزائري اللي شاركوا في هذا المشروع منذ البداية حتى الإطلاق. والإطلاق هي ماهيش هدف، لأنه بعد الإطلاق فيها فترة تجريب القمر الصناعي. بعد 6 أشهر سيكون التطبيق أستاذ؟ إن شاء الله، لأنه 6 أشهر هي مدة معقولة، هي المدة اللي معمول بها مع في الأقمار الاصطناعية تاع الاتصالات، لأنه قبل الترويج والاستعمال هذا القمر الصناعي خصنا نتحقق من الاختصاصات تاعو، من القوة تاع الطاقة تاعو، من التعامل تاعو. وهذا ست أشهر كأمدى. لا، مازال دراسات يعني تجرى للتطبيق الفعلي؟ لا، ما فيها دراسات، هي غير تجربة الآن. هي عندنا بلان تاع تيست مراحل، وهي راهي تمر اليومنا هذا بكل، راهي تتبع في البرنامج كما مخطط عليه. نعطيك مثلا منذ الاطلاق يوم 11 ديسمبر هو كان يخص حوالي اسبوع 6 أيام بالادق باش يلحق المدار تاعو النهائي اللي جاي في 24.8 غربا في الارتفاع 36 ألف كيلومتر. هذا جاء بعد 5 مناورات تاع السيستم بروبيسون تاعو، وهي جد حساسة
حساسة، عملية جد حساسة دقيقة دقيقة وهي نقولوا فيها ريسك هذاك، لكن بالتعاون مع المجموعة المهندسين تاعنا وبكفاءة القدرات الوطنية أستاذ داشكوش. نعم القدرات الوطنية هي كاين القمر الصناعي وعندنا المحطات التحكم والمراقبة تاع القمر الصناعي، عندنا اثنين، واحدة في بوشاوي واحدة في بوكزول بوكزولندية، ومع هذو 167 مهندس هما اللي كانوا وراء هذا. وبعد اسبوع القمر الاصطناعي في يوم نهار درنا الندوة الصحفية 18 من هذا من ديسمبر. وبهذا المشروع الضخم للجزائر يمكن اعتبار انه الجزائر تعتبر الدولة الافريقية التي ربما تحوز على اقمار صناعية، على اكبر عدد من الاقمار الصناعية استاذ؟ احنا الهدف ما هوش نكون اكبر واكثر، هو الاستعمال، هو لا هو لا هو الاستعمال والاستغلال، هو الاستجواب، الاستجواب للمعطيات تاع الوطن. هو جاء البرنامج تاعنا كان فيه 6 اقمار صناعيه، بعثناهم في 6. انا احنا جد فخورين من هذا الانجاز، لانه الانجاز والجزائر كذلك فخوره بهذا المشروع. سنعود اليكم استاذ شيكوش لنربط الصوره فقط مباشره مع الاستاذ حناشي باعتباره مهندس دوله، في مهندس دوله اقول متعامل عبر الاقمار الصناعيه. في سياق حديث الاستاذ شيكوش حول ثمره الشراكه بين الجزائر والصين في هذا المشروع المهم جدا والذي سيعطي لا محالة دفع قوي جدا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، كمهندس دولة في الاتصالات السلكية واللاسلكية نقول أن المشروع في حد ذاته سيوفر الانترنت عالي التدفق باعتباره يعني أنه يوفر تغطية وطنية وإقليمية في منطقتي شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. ربما لو نتكلم عن هذه الطاقة التي يوفرها مثل هذا القمر على أرض الواقع أستاذ حناشي. قبل من تكلموا على الفوائد على القمر الاصطناعي الكومسات واحد، ممكن نشرح تجربة الجزائر في الاتصالات، لأنه هي أول تجربة اللي كانت ناجحة مع الشريك الصيني وإن كوننا كفاءات وشاركنا في هذا، لأنه الجزائر كانت عندها تجارب مقبل الشريك الصيني، كان في راسكوم في القمر الاصطناعي الإفريقي، كانت الجزائر ما بين 43 دولة يعني اللي كانت موقعة على راسكوم باش تبعث قمر اصطناعي لإفريقيا في الاتصالات، وكان عندها القمر شراكة مع في قمر عربسات، لكن كانت مشاركة غير فعالة، يعني ما كان الجزائر ما استفادت من أي شيء في هذه الأقمار الاصطناعية، لا في الجانب الموارد البشرية أو التكنولوجية، يعني أي احنا متعاملين في الجزائر لنا، لكن احتوائها لمثل هذا القمر ربما سيغير هذه النظرة أستاذ حناشي. هذه على الشريك الصيني كانوا عندنا دور فعال، يعني الوكالة الفضائية أنه كان عندها دور فعال باش تبعت القمر الاصطناعي، كانت فضلت انه تكون في اول انطلاقه، انه خذينا مده كثيره يعني من 2006 حتى 2017 يعني مده كثيره، لكنها كانت هو اول قمر اصطناعي للاتصالات، يعني مش قمر اصطناعي للتصوير والاخذ ولا المراقبه الوطن، لكن ابعاده تشمل ميادين كما ذكر الاستاذ شيكوش، والكومسات يعني راح يقدم فوائد كثيره يعني للجزائر، يعني والاتصالات في الجزائر بما فيها الانترنت، كل شيء الانترنت. انتم مجال تخصصكم في الاتصالات السلكيه ولا سلكيه؟ ربما اكثر تفاصيل استاذ حناشي. كل تطبيق اللي يستعمل الساتليت، يعني الساتليت هو الوسيله الوحيده اللي اكثر ضمانا يعني الاتصالات، يعني ممكن تستعمل فيبر اوبتيك، يعني ممكن فيها تقطيع في الفيسو ايرز، يعني فيه يعني فيه ريسك، يعني كل ليزانستالاسيون تيغاس فيهم غران ريسك. باغ كونت لو مويا تري سور سي لا كومونيكاسيون باغ ساتليت، سي لو ساتليت اي دون سون اوربيت اي بيان جيري اي بيان، donc la communication c'est la plus sûre. Je voulais pour les applications au niveau du satellite عبر التطبيقات اللي استعملوا في الساتليت، لانه في كل المجالات يعني الاتصالات عبر الجي اس ام توسكي باكولينج جي اس ام، لانه ما نعرفوش احنا كان يعني في نقص معلومات على الكومسات، يعني كان حدث هام يعني اللونسمون تاع لو ساتليت، يعني احنا شفنا متعاملين اجانب انه كانوا يعرضوا
تاعنا كل مره يكون ما يخص الدعايه والاشهار والترويج، لانه يغطي هذه المنطقه، يروح يجيب كل متعامل في هذه المنطقه ويعرضهم، يعمل ترويج وكل شيء، يمد كل المعلومات، لانه فيه عقود مع متعاملين اجانب وكل هذاك، لانه احنا ما كانش عندنا المعلومات هذو كداش، لانه كان المبرمج هو في مواد في مواد جوان، يعني في شهر جوان يروح ومن بعدك راح في مواد ديسمبر. كنا احنا حابين يعني نشوفوا اللونسمون ونعرفوا كاع المعلومات على اللونسمون، لانه في ترويج ربما الى التغطيه الوطنيه والاقليميه لشمال لمنطقتي شمال افريقيا ومنطقه الساحل. الجزائر موجوده في افريقيا، اهميه مثل هذه التغطيه ربما ليس بالامر سهل استاذ حناشي. الجزائر اكبر بلد في افريقيا يعني، واكبر منطقه مغطيه بالساتلايت يعني بالكل اقمار صناعيه، لانه كل متعامل اجانب يعني لما يستعمل يطلق قمر اصطناعي ماذا به كل شمال افريقيا منها الجزائر، لانه كل افريقيا هي متوخره في الـ في الـ في الـ في الانفراستركتور تيراس يعني في بروبتيك وكلش، لانه وين راح يروج؟ راح يروج في اوروبا، كل اوروبا مغطيه يعني بالانستالاسيون تيراس يعني في بروبتيك في سويرتين وكلش، لكن الساتليت مش ميتباعش كيما في افريقيا. وتطبيقات والساتليت كان عندنا تجربه اكبر قبل من الكومسات، قبل هذاك سيتي ديا يعني بكري احنا كنا نبعثوا البث الاذاعي عبر الساتلايت، لحقوا البرامج الاذاعيه لكل الجزائريين في الخارج يعني. هذاك الجزائر عندها خبره كبيره في هذا المجال. في جانب الاتصالات يعني احنا متاخرين يعني في لكن خطوه ايجابيه جد وايجابيه استاذ. نعم، هذا لا يمنع ان نقول انها ربما خطوه جد وايجابيه وعملاقه في الجزائر. هي انه قال الدكتور عبد الوهاب انه هاد لا بوزيسيون هي لا بوزيسيون سوفران، يعني ماشي كل البلدان الافريقيه، ميم في اوروبا، ميم في اسيا، ماشي كل البلدان تاخذ لا بوزيسيون سوفران، لانه لا بوزيسيون سوفران سور لو بي هادي، اذا ما طلعتش حطيت الساتليت تاعك يجي واحد اخر يحط الساتليت تاعك. وحنا الجزائر يعني طلقت هذا المشروع باش تحافظ على البوزيسيون سوفران، وبالتالي سير واستمراريه الاتصالات السلكيه، وعندنا قمر يعني جزائري يعني وطني ونتحكموا فيه احنا، يعني ما يكون عندنا حتى ضغط من المتعامل اجانب، لانه تروح المتعامل اخرين يغطي على الجزائر غدو ما تفهمت معه في عقده وفي هذا. سنعود اليكم، سنعود. شكرا استاذ حناشي. استاذ بولرباح كأستاذ كبروفيسور بجامعة باب الزوار، وهي جامعة عريقة جدا، أنشأت ربما يعني أعطت يعني للجزائر قدرات وكفاءات وطنية عملاقة يقتدى بها في وقتنا الراهن. على غرار ما قال الأستاذ حناشي أنه حقيقة القمر الاصطناعي يعتبر أداة فعالة، أداة متعددة المهام، على غرار الاتصالات، مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في إرساء ربما ملائمة ناجحة ومؤمنة. بالموازاة كذلك نجد أن القمر الاصطناعي يقوم على مهمة جدا في مجال البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كالتعليم عن بعد، الطب الإلكتروني، كذلك نظام المؤتمرات عبر الفيديو. من منظوركم كباحثين جزائريين ربما ما أبعاد هذا القمر الاصطناعي على إسقاطه على البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا أستاذ بولرباح؟ شكرا أستاذة، شكرا للدكتور شيكوش والدكتور حناشي على التوضيحات. يعتبر القمر الصناعي الكوم سات يعتبر قفزة نوعية ممتازة من نوع من نوع رفيع، والفضل يعني كاين استفادة من خلال هذا القمر الصناعي. استفادة أولا أن الاستفادة من ناحية الطلبة والطلبة الجزائريين، حتى الدكتور شيكوش والدكتور حناشي متخرجين من الجامعة الجزائرية، هم تلامذات متخرجين من جامعة جزائرية، أستاذ حناشي من جامعة باب الزوار والأستاذ شيكوش من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. خير دليل على خير ذلك أستاذ، خير دليل على ذلك سبقتيني بالحديث، خير دليل على ذلك أنا أن الجزائر هي عندها قفزة نوعية تكنولوجية حتى بشرية. إسقاطه في مجال البحث، النقل كاين إضافة واحدة أخرى، نقل تكنولوجيا
من خلال بعث طلبة جزائريين إلى الخارج من لاشين ولا أوروبا، والطلبة عندما يرجعوا خصوصا إذا كانوا طلبة كثيرين راح ينقلوا تكنولوجيا عالمية حديثة إلى طلبة جزائريين آخرين من خلال الجامعة الجزائرية، خاطرش من بعد يكونوا إطارات إن شاء الله في المستقبل بينقلوا هذا. ثانيا مفيد هذا ممكن تحدث باللغة الفرنسية سيدي، هذا النوع من السات مفيد لجميع القطاعات بما فيها قطاع التعليم العالي. نعطيك مثال، في العام الماضي قمنا بتنظيم سامر سكول، مدرسة صيفية خاص بالريموت سينسينج، الكشف عن بعد، وهي نوع آخر من الأقمار الصناعية. والكشف عن بعد يعني يعد تخصص عالمي حديث، النشأة والجزائر ربما ليست بمنأى عن هذا التخصص، هو يدرس اليوم في الجامعة الجزائرية وهو حقيقة رهان. أستاذ بولا البحر ربما سنعود إليه فيما بعد. سنعود إليه إن شاء الله. دونك عن طريق الكوم سات إن شاء الله يكون لا تيلي كونفيرونس ولا تيلي سكول ولا التعليم عن بعد. يكون كنا طلبة جامعيين ولا أي إنسان آخر يقدر يتعلم عن بعد عن طريق نختاش كاين سرعة تدفق المعلومة عن طريق الألصات الجزائري الخاص لنا بدون الاعتماد عن طريق الأقمار الصناعية أخرى. نستطيع أن نعلم أولادنا سواء في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب أو في الشمال في أي مكان وعندما وفي أي وقت كذلك وفي أي وقت ريل تايم. عندما نأتي بخبير مثلا إلى الجزائر ويكون خبير في مادة معينة أو في اختصاص معين، يمكن هذا الخبير يمكن أن يعلم ولا ينقل المعلومة إلى جميع الجزائريين على مستوى الوطن. وهذه ومسعى يعني جامعة باب الزوار في تكوين هذه الكفاءة، كما ذكر منذ قليل الأستاذ شيكوك أن القمر الاصطناعي المهم جدا والذي يغطي النصف الشمالي للكرة الأرضية، يعني من المحطتين الأرضية ببوشاوي وبجزائر العاصمة وببوكزول المدية، يسهر عليه حقيقة كفاءات باحثين مهندسين متعددي الاختصاصات، وأنتم تقومون بهذا المجهود في تكوين هذه الكفاءة أستاذ بولرباح. نعم نعم، الكفاءات اللي نخرجوا فيها من خلال الجامعة احنايا على المستوى الجامعي التعليمي البيداغوجي نعطي نظريات علمية، نظريات رياضية علمية، برمجة، نعطي محاولة التكنولوجيات عن طريق تطبيقات عن طريق انسيميلاسيون. دونك يبقى العمل التكنولوجي المتطور تبقى من في سياق حديثك ربما عن نقطة التكوين الذي يعتبر العملية المحورية ربما في تكوين هذه الكفاءة. نربط الكلمة فقط مع الأستاذ شيكوش لكي لا ربما أصحح الاسم فقط شيكوش، أنه الوكالة الفضائية الجزائرية مع يعني في إطار علاقتها مع الوكالة الفضائية الصينية يعني كانت قامت بشراكة علمية تكنولوجية في تطوير مهندسين وباحثين كتكوين في تكوينهم وتأهيلهم أستاذ بتكنولوجيات الاتصالات الفضائية. ربما قبل أن نتحدث أو نفصل أكثر عن أبرز الأهداف التي جاء بها هذا القمر، نتكلم عن الشراكة العلمية والتكنولوجية في تكوين هؤلاء على أرض الواقع أستاذ شيكوش. نعم شكرا. الشراكة العلمية والتكنولوجية قبل كانت هي مع التوازي مع البرنامج القمر الصناعي الكومسات واحد، هي جاءت في نطاق ناكورد استراتيجي بين الجزائر والصين، ومن ثم جاء المشروع، هو مشروع كبير ماهوش غير قمر صناعي. باش نتكلموا على الجانب تاع التكويني، هو الجانب للوكالة الفضائية الجزائرية والجزائر يتمثل كأهم نقطة في هذا المشروع، هي النقطة البشرية، لأنها هذه النقطة البشرية تجي ككفاءة للتحكم في القمر الصناعي، في استعمال واستغلال هذا القمر الصناعي، وفي المشاركة في البرنامج الفضائي الجزائري أو مثلا في قطاعات أخرى، لأنه الجزائر عندها طموحات
الان احنا رانا عندنا برنامج حتى افاق 2040 استاذ. اليوم عندنا برنامج نطبقوه حتى 2020 وحاليا رانا نعملوا لنسطروا البرنامج جديد افاق 2040 وهذا سنتكلم عنه فيما بعد. هذا 2040 فيها مشاريع عديده وهذه النقطه المهمه هي النقطه البشريه. مع الصين عندنا في مشروع قمر صناعي هي في نقل تكنولوجيا او تحويل التكنولوجيا والخبره تحويل التكنولوجيا والمشاركه في المشروع ماهيش غير النقل، النقل عبر المشاركة. المشاركة كيف تتم؟ المشاركة جاءت في التصميم، في المشاركة في العملية في تركيب القمر الصناعي. هل هناك طلبة يدرسون في جامعات صينية أستاذ؟ قبل هذا رانا نهضر على تصنيع القمر الصناعي، شاركوا تصنيع وتصنيع المراكز الأرضية اللي كانت في بوشاوي بوكزول، شاركوا فيها 167 مهندس جزائري متخرجين من عدة جامعات جزائرية ماهيش غير باب الزوار ولا عبر كامل التراب الوطني. عبر نذكر عندنا جامعة تلمسان، جامعة قسنطينة، وهران، عندنا مورقلمدية. احنا سطيف احنا خدينا عبر كونكور ناسيونال، خدينا احسن طلبة ولي كان فيهم تكوين تكميلي في الفضاء باش يشاركوا في هذا القمر الصناعي ويكونوا على دراية يعني بطريقة التحكم، بطريقة الفحص، بطريقة يعني تضافر ربما معطيات مهمة جدا استكمالا للجانب فقط كل المعرفة، لأنه هو اللي راح يسير يتحكم في الساتلايت يعني يكون في قلب الحدث أستاذ حناشي. إذا يكون في قلب الحدث عندما نترك ربما في الفضاء أو ولا ما يكونش يعني على دراية، يعني ان الوكاله الفضائيه ما تهدرش على الجانب التجاري، الجانب التجاري للساتلايت وكل الخبره البشريه. الجانب الخبره البشريه هذه تكلف كثير الخبره البشريه، ان يعني اذا طلع ساتليت وبعك هو يجيريه للصينيين ولا يجيريه للاوروبيين راح تكلف كثير، يعني والساتليت واللي غير منتج يعني يعني عملت مليح الوكاله الفضائيه انه بعثت لي المهندسين قراوا تماك خدموا على المشروع من الاول للاخر وراهم يجيروا المحطات الارضيه يعني في بوشاوي وفي في في بوكزول انه راح يجيروا راح يصيروا هذا القمر الاصطناعي لمده 15 سنه سنواصل يعني الحديث ويخدم 24 ساعه في كل تطبيقات يعني المجال ربما ابرز المجالات الدقيقه الالكترونيه في تخصصات سيواصل. شكرا استاذ حناشي. الطلبه اللي راحوا لاشين ولا الى اوروبا انتم كنتم هناك يا استاذ؟ انا كنت في الصين في بيكان بصح كنت في مؤتمر عالمي خاص بالكشف عن بعد، ما كنتش في يعني ما كانش على بالي سينو تكون حاجة عظيمة يعني حاجة كما قال لي الدكتور شيكوش كون على بالنا بك أنا إن شاء الله إن شاء الله. تفضل فقط قال الأستاذ وأعرب عن مدة هي مدة يعني طويلة في تكوين هذه القدرة، يعني لو كنت تكلموا عليها أستاذ شيكوش. هي اليوم هذا الآن هذا المهندسين 167 هم جاهزين باش ياخذوا التحكم تاع القمر الصناعي، هي بعد الإطلاق كانت هي أول مرحلة جسدت اللي جت بعد مشاركتهم والاحتكاك بالباحثين الصينيين. اليوم كاين تسمى الكونفيونس من هذول المهندسين اللي خداو اليد على التحكم تاع هذا القمر الصناعي وراهم يعملوا اليوم في الاونه هذه باش يتحكموا في القمر الصناعي. والتحكم في القمر الصناعي ماشي شيء كما يقولوا ندير العمل في 10 دقائق ولا عمل قال عمل تاع اداري قال من 8 للربعة تاع العشيه ولا لا، هي عمل 24 ساعه ل 24، ما تعنيش باللي واحد يقعد 24 ساعه ولكن هي بفرق فرق عندنا في كل متعددة الاختصاصات في كل اختصاص عندنا فرق يتناوبوا في العمل، ولكن المهم هما عملهم يمر عبر 24 ساعة. اليوم 24 ساعة في سبعة أيام على سبعة أيام كاين نقطة اللي يذكرها هذا قمر صناعي اللي تصمم وإن شاء الله يكون العملي لمدة 15 سنة.
لا 15 سنه هادو 167 مهندس راح يعملوا يكون فيها اخرين لانه هذه حياه، يمكن واحد يغير يتبدل في الرتبه تاع العمل، يمكن يروح مكان اخر، ولكن المعطيات ستفرز مع الوقت. نعم، ولكن احنا رانا اخذين هذه النقطه بالاعتبار، وحنا تواصلون عمليه التكوين. احنا نزيد لك على هادو 107، راه هذا الرقم غير يعاود يتعاود، لكن عندنا 150 مهندس وباحث جزائري اللي راهم في الجامعات الصينيه، اللي راهم يعملوا في مواضيع جد متطوره في الاقمار الصناعيه، في المجالات بتكنولوجيات عاليه، تكنولوجيات اخرى اللي قريبه على الاقمار الصناعيه، في الميكانيك، في الاعلام الالي الى اخره. راهم نذكر على الاقل 5 اعلى جامعات صينيه اللي يتحكموا في التكنولوجيات الاعلى. عندنا بكين، عندنا هاربين، عندنا ووهان، شونغاي، عندنا جامعات من هذا الطراز من النوع العالي. واكتساب الطالب الجزائري لمثل هذه الخبرات ومن جامعات عالمية سيعطي يعني الدفع حقيقي في مجال مهم جدا، ألا وهو مجال تكنولوجيا الفضاء. أستاذ شيكوش، نعم، هادو يجوا بعد التكوين، هم يولوا للجزائر والوكالة الفضائية ويشاركوا في البرنامج كأول خطوة، كان في البرنامج 5-1، ولكن يجوا يغدوا الثروة البشرية تاع البرامج الجايين تاع الآفاق 2040. ويطبقون خبراتهم واكتسابهم للمعارف على أرض الواقع وللجزائر ككل. هادو نفس الأشخاص اللي راح يكونوا وراء البرامج الجديدة تاع الوكالة الفضائية. أنا واحد، نعطيك مثال، أنا مهندس في المدعدة التقنية، أنا شاركت في أول مشروع تاع القمر الصناعي لاستشارة عن بعد، وكنت من بين الأولين اللي تكونوا في هذا المجال، وبعدين طورت الحياة، عملت في برامج أخرين، والمشوار لا يزال متواصل. أستاذ شيكوك، شكرا. أستاذ، نعود إليكم. نعم، أستاذ ناشي، إضافة فقط على ما قال. تفضل. مليح يعني نذكر الأعداد تاع الموارد البشرية اللي تكون في الصين ولا اللي تسير في المشروع، يعني وترافق تسير الساتليت، لكن لازم يوضع في مناخ يعني يكون متطور على حسب الخبرة اللي خدها في الجامعة الصينية، وتسير يكون يعني حضاري، لأنه هذا الهب يعني اللي تحط في بوشاوي هذاك لازم يتسير بطريقة جدية، يعني عصرانة، باسكو أنه هذا الهب يقدر يكفي أكثر من ساتلايت، يعني ماشي الكومسات واحد برك، ممكن تسوق خدمة لأنه جاي يعني يتحكم في ساتلايت واحد آخر، يعني المتعاملين الأجانب، لأنه كل متعامل أجانب يعني مهتمين بالمنطقة شمال إفريقيا ويطلبوا خدمات، يقول لك أنا عندي حبيت نعمل عندك هاب أونتين باش نراقب الساتلايت تاعي اللي كيجوز، ونعمل باك أب يعني ديزاستر ريكوفري للسيت تاعي وكلش، لأنه أنا نطلب تانيك أنه يكون مرافق يعني في التسيير، يعني الوكالة وكل المنشآت يعني ترافقها، وهو ما تسهر عليه الجزائر اليوم. في سياق دائما حديثكم عن القمر الاصطناعي الذي شكل الحدث الوطني في الجزائر، الذي يعتبر دائما يعني شرف وميزة أو تجربة مميزة للجزائر ككل. من أبرز أهداف القمر الاصطناعي الكومسات واحد أنه نجد ربما حراسة الحدود، تحويل النشاطات، وكذا تقليص تكاليف الاستغلال الحالي للقدرة أو باستخدام القدرة الفضائية التي توفرها أو يوفرها مجال أو أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في الدولية. يعني على غرار هذه الأهداف، ولنوضح دائما الصورة للمشاهد، هل ممكن ربما أن نجد أهداف أخرى، ربما كالرفع من نوعية إشارة السواتل من خلال تحديد المواقع GPS؟ أستاذ احنا شيء في طبيعات كثيرة نستعملها على الساتليت والكم سات. على غرار التطبيقات، ربما جملة الأهداف لأنه تخفيض من أخطار التشويش الذي يعتبر، لا ما فيش أخطار التشويش، بس كاين الـ ATU يعني المنظمة العالمية للتسيير، هذيك هي اللي تراقب هذه الأمور، لأنه يعني إذا كان عندي انترفيرونس من عند ساتليت واحد آخر ممكن أن هذا المنطقة يعني هذه المنطقه يعني منظمه يعني في الساتلايت، يعني كاين طريق واحد وكل واحد عنده البوزيسيون تاعو، لكن على تطبيقات الساتلايت يعني اللي احنا في الكومسات يعني نقدر فيه الاف الالاف تطبيقات، لانه فيه الارقام. استاذ حناشي ممكن نحط فيه
في البونت كا يعني نمدوا لا كونيكسيون انترنت بفوق عالي. عندنا لا بونت كا نستعملوها في كل المجالات البتروليه يعني في الصحراء. انه واش نستعملوا احنا في الصحراء كلها بالفيسات يعني بالفيسات. تفضل سيدي اضافه فقط لي بونت اضافه برك بين قوسين على لي بونت كا كاي على ما اظن اضافه جديده للكومبسات عام. هو يعني جاء فيه كا هي اخر تقنيه يعني تقنيه حديثه قد تحدث عليها استاذ جيكو في كواليس تقنيه جد متطوره الميزه الجديده في الكومبسات هي تقنيه حديثه يعني ماناش الاولين يعني كان الساتلايت فيهم كا يعني ماشي هذيك مجال يعني ماناش الاولين لكن مليح انه يكون فيه كا نمد في الجزائر استاذ حناشي انها استعملها في الجزائر يبقى لا كل الساتلايت تضغط الجزائر تقدر تمد الكا الجزائر يعني ماشي قال هذاك ما كان مليح الساتلايت تاعنا الساتلايت الكومبسات يمد لا فريكونس كا مليح لانه فقط حديثكم استاذ نابت صوره فقط مع الاستاذ بولر بحث تكلمت عن نقطه جد مهمة ألا وهي الاستشعار عن بعد. الأستاذ بولرباح في كلية الإلكترونيك بباب الزوار يقوم على يعني تخصص مهم جدا يعني دائما في مجال الأقمار الصناعية ألا وهو معالجة الصورة أو الكشف عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية اللي يعتبر تخصص عالمي تخصص حديث ما فاتئة يتطور في الجزائر والجزائر أو الجامعة الجزائرية ليست بمنأى عن هذا التخصص. نواصل حديث معكم أستاذ ربما نتكلم عن هذا التخصص لنعود للأستاذ حناشي. شكرا استاذ. القفزه الجزائر قفزه نوعيه اخرى من خلال الكشف عن بعد او التقاط الصوره عن بعد عن طريق الجزائر الان تكسب اقمار صناعيه من نوع الكشف عن بعد وهذه يعني تجربه فريده ليست تجربه فقط وانما عمل موجه إلى جميع الهيئات الجزائرية أو مثلا وزارة الفلاحة تحتاج إلى معالج صور أقمار صناعية حتى تكون في على علم عن تطور الأراضي الفلاحية وشكون الأراضي الفلاحية صالحة. كنتم قد تحدثتم في الكواليس ربما عن الكشف عن بعد من خلال التصحر من خلال التصحر مشكل آخر التنبؤات المناخية والكوارث الطبيعية مثلا في عام 2018 يقال أنها ستكون كوارث طبيعية والكوارث الطبيعية لا تكشف عن طريق التليكوم لألصات التليكوم لكن عن طريق الألصات الملتقط للصور. نعطيك مثال التصحر باختصار فقط التصحر في الجزائر مشكل كبير في التصحر الجزائر يعني انتقال الرمال من الجنوب إلى الشمال سرعة الانتقال للرمال مناطق الرمال كيف نحدد ولا كيفية إيقاف لابد أن يكون عندنا صور وبالتالي يكون وهذا التخصص سيساهم في الاقتصاد في السياحة في جميع المجالات في جميع المجالات طريق سيار انه باش تعمل طريق سيار الشرق الغرب يستعملوا الاقمار الصناعية تاع الوكالة الفضائية لانه ياخذ الطريق المليح وين يقدر هذا كاين تنبؤات انه كانوا هما خدموا في 2004 في الفيضانات تاع غردايا وكانوا قالوا المناطق يعني اكثر تعرضا في الفيضانات وكانوا شاركوا في مع وزاره السكن يعني انه كل بيوت القصديريه انه اخذوها من الاقمار الصناعيه للساتليت تاع الوكاله الفضائيه ويعني هذا يعني غير يزيد يعني في التطور يعني في التقدم شكرا. يعني شكرا استاذ حناشي نعود اليكم ونحن يعني ربما نعيش الدقائق الاخيره من عمر البرنامج عفوا اقول انه تجربه الجزائر في الاقمار الاصطناعيه يعني كان منذ سنوات او منذ سنه 2002 ربما تجربه الجزائر في هذا المجال كما سلف الذكر مع ضيوفنا كانت تجربه مميزه جدا فمنذ سنه 2010 اطلقت الجزائر قمرا اصطناعيا عالي الدقه مراقبة الأرض تليها في سبتمبر 2016 أطلقت قمرين اصطناعيين ألسات 2 ألف والذي لا يزال في المدار ألسات 1 با وألسات 2 با كذلك ألسات 1 نون الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من جملة هذه الأقمار الصناعية التي حققتها الجزائر على أرض الواقع ربما من منظوركم أنتم تمثلون الوكالة الفضائية الجزائرية ما هي
أبرز رهانات تطوير الأنشطة الفضائية في الجزائر أستاذ شيكوش؟ تفضل. شكراً. الرهانات على تطوير البرامج الأقمار الصناعية في الجزائر هي أول الرهانات هي صعوبات، لكن أولا نذكر هي جات تتلبي على معطيات، جات تلبي على احتياجات الوطن. من كانت احنا عندنا تجربة نقولوا متطورة في الاستشارة عن بعد، والآن رانا نطوروا التحكم في التكنولوجيا الجديدة في الاتصالات الأقمار الصناعية. فيها رهانات عديدة هي التكنولوجيا، رهانات التكنولوجيا هي تكنولوجيا جديدة، دونك كسوا تكون في الاستشعار ولا الاتصالات يخص نكونوا منظمين، لأنه تطور أقمار صناعية فيها عدة مواضيع، الميكانيك، الإلكترونيك، الإعلام الآلي. والجزائر تواصل تحديها للفضاء من خلال البرنامج الوطني الفضائي 2020-2040 الذي سيدخل حيز التطبيق بعد انتهاء هذا البرنامج. باختصار فقط سيدي، نعم، أفقكم من خلال هذا البرنامج؟ أفقنا هي كسب والتحكم في هذه التكنولوجيا، وستكون عروض مغرية. نوضح صورة فقط، نعم، هل سنشاهد ربما أسعار معقولة للمشاهد الكريم، نعم، من خلال البث الإذاعي والتلفزي؟ نعم، هذا كان الهدف واحد من الأهداف الأساسية، ماهيش هدف أكسسوار ولا هدف أساسي. وحنا رانا جد متفائلين بأنه العروض اللي راح نقدموها يكونوا جد مغرية. وهذه تتعامل مع المتعاملين وشركائنا شركائنا في الإذاعة ولا في الاتصالات. وحنا في البرنامج الافاق 2040 هي 40 هي نكملوا في هذه المسيره، هي وتواصلون دائما اتفاقيتكم مع الجامعه والمراكز البحثيه؟ نعم، نواصلون ونطوروهم اكثر، لانه كان بعض المتعاملين يزيدون مثلا الاخ حناشي شركه وشركه. شكرا جزيلا. باختصار فقط كلمتين استاذ، الوقت. احنا نطلبوا ان احنا شركه جزائريه، يعني شركه ديفونا شركه جزائريه وطنيه، يعني نطلب انه يكون كثير يعني لقاءات مع الوكاله الفضائيه. اليوم راح نعملوا على الاتفاقات. احنا رسلنا القمر الصناعي والان عندنا الوقت 6 شهور، نظن 6 شهور هذو كافيه في مثل هذه الاتفاقيات. نعرض كاع نعرضهم، مرحبا بهم يجوا. قال اتفاقيات، وحنا جد متفائلين. احنا درنا الجزء اللي صعب التكنولوجي واطلاق قمر صناعي، احنا نظن ماهوش نقله تكنولوجيه، هو ماهوش ما سهلش من العمليه، ولكن احنا شكرا جزيلا الاستاذ بولا البحر. كلمتين فقط، الطالب الجامعي ربما رساله لتوجهها له، انه يعني كمل مشواره الدراسي ويروح للمشوار المهني في تخصص دقيق وفي تخصص علمي تكنولوجي. أستاذ بولا البحر، أنا أمريا كأستاذ بيداغوجي مانيش صناعي تجاري، والله تذنخ. أنا أتمنى أن يكون في الجامعة تاعنا تخصص لتكوين طلبة هنا في الجامعة الجزائرية، خاطرش درك عندنا الزبدة خرجت من الخارج، فتح ماستر دكتوراه pour la nouvelle technologie des satellites. وهو النداء الذي نطلب نداء ان يصل عندنا قاعة الاتصالات الفضائية في الامبيتيك، يعني احنا عندنا قاعة للتدريس غير هذا الاختصاص على الساتلايت. شكرا لكم ضيوفي الكرام على هذا الاطراء، نتمنى كذلك ان نلقاكم في فرص اخرى، يعني النقاش كان بمعلومات قيمة جدا، نتمنى ان تصل للمشاهد الكريم. مشاهدينا الكرام، بهذه المعلومات القيمة نقول أن المسعى دائما قائم، التحدي دائما قائم، والقدرة أو القدرات الوطنية والكفاءة الجزائرية موجودة، فمزيد من النجاح للجزائر من خلال هذا المشروع الضخم، في يعني على أن نأمل أن تكون هناك أقمار صناعية أخرى من الجيل الأخير في السنوات القادمة، لما لا. تكنولوجيا الفضاء، الجزائر في قلب التحدي، كان موضوعنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في أعداد قادمة. تحياتي تحيات الفريق العامل معي هذه الصبيحة، في أمان الله دمتم وإلى اللقاء.